كعادتها في كل عام لم تفوت العوائل النجفية فرصة الاستعداد لعيد الأضحى رغم التقلبات المختلفة في البلاد، تسوق وتجهيز بالمستلزمات الضرورية أساسيات دائبات عليها الأسر في استعدادها لهذا العيد بعد أن توجهت إلى الأسواق التي شكا متبضعوها من ارتفاع الأسعار. هذا العيد الحمد لله بال زين واكو قوة شرائية بهاي الفترة، الحمد لله والشكر زينة، الأسواق النجفية زينة. تشتري قبل العيد ملابس، تشتري الأطفال على مود تعيد، تروح المناطق حلوة تكون إذا موجودة حلوة، ترفيه ما ترفيه، وتروح الناس تطلع للأسواق المولات تشتري ملابس، لكن الملابس 3/4 غالية. انتعاش في أسواق النجف وإن كان محدوداً واقع فرضه الاستعداد للعيد بعد اتساع دائرة البيع والشراء، لا سيما في محل بيع المواد الغذائية والحلويات والملابس التي استقبلت روادها بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار ودرجات الحرارة أيضا. بأيام العيد السوق يتحرك، يصير يعني محافظات تجي والسوق يعني تتحرك الناس وتشرب بضائع، يعني كل مثلا شارع الرسول شارع الطوسي اكثر شيء بايام العيد. الدولار يعني ما يساعد على الناس الكسبه، يعني شيء اول شيء البضائع تصعد، يعني الناس تدور حاجه رخيصه مو غاليه مثلا. زين اقبال الناس، انا اكثر واحد يشترون كليجه بايام العيد، يشترون بقلاوه حلويات، هو بايام العيد خصيصا كليجه يشترون. عيد الاضحى هذا العام يحل بوضع صحي واقتصادي استثنائي، إلا أن ذلك لم يثن الأهالي من الاستعداد له بحفاوة وترقب. في ظل واقع تنغصه مخلفات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية، يتطلع النجفيون بأن يفتح عيد الأضحى أبواب الأمل بغد أفضل يجنبهم تقلبات الحياة في العراق. من أحد أسواق النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.